معكم إبراهيم الحاج زميلكم من دفعة أمل. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم عن الأناتوميكال تيرمز أوف ذا موفمنت. تمام، هسه قبل ما نبدأ فيهم نحكي عنهم بذكر شامل لهم. هم عبارة عن فليكشن، اكستنشن، ابدكشن، ادكشن، ابوزيشن، سيركمدكشن، لاترال روتيشن، ميديال روتيشن، برونيشن، سوباينيشن، بروتراكشن، ريتراكشن، انفيرجن، ايفيرجن، دورسيفليكشن اند ذا بلانتر فليكشن. اليوم راح نبلش يوم واحدة واحدة ونشرحهم كل تنتين بعمل متضادات مع بعض. ما نبلش بالفليكشن والإكستنشن. بداية الفليكشن it is to bend angle and approximation of two ventral surfaces together. هسا نطلع على الفليكشن، بصير عندك bend إنه ثني الفور أرم والأرم صار عندهم اثناء على بعض وعملنا زاوية بيناتهم، وعين بنا approximation of two ventral part يعني بطنين من بعض. حكينا قبل الدورسل هو البطن من وراء الظهر يعني، والفنترال هو عبارة عن البطن. So الفليكشن هو عبارة عن تقريب لسطحين من بعض بيعمل بحيث أن يعمل زاوية ويقوم بثني العضو المعين. هسا الإكستنشن عكسها تماما، لما نيجي نحكي عن to straight or to straighten or approximation of two torsal surfaces، هاي الثلاث شغلات لازم تتوافر في التنتين في الفليكشن والإكستنشن. سواء كان to bend to angle or to approximation of two ventral surfaces للفليكشن لازم تتوافر مع بعض، والإكستنشن لازم تتوافر فيها إنك straight or stretch or approximation of two dorsal surfaces together. تمام، وزي ما احنا شايفين الإكستنشن اللي هو عبارة عن قرب ظهرين من بعض، وفي عندك حالة شاذة اللي هو القدم. القدم عندنا الرجل يعني بتختلف فيها الإكستنشن عن اليد لأنه بتصير في عكس الاتجاه حتى تصير مع انسيابية مع الحركة وأقدر أقربهم من بعض. زي ما شايفين في الصورة هنا الفليكشن عمل الزاوية، طبعا هون الزاوية لازم مفروض تكون من الجانب عند الإيد، المفروض إنه عمل بند approximation لا الارم او الايد. اما الاكستنشن صار عندك الاكستنشن لازم يكون لوين بالنسبه للقدم، هو عباره عن يصير عندك لقدام، وبالنسبه للفليكشن بده يصير عندك لانه يقرب الظهرين من بعض. والاكستنشن نفس الاشي، الاكستنشن انك عمليه انك تفرد ايديك بعكس الفليكشن تماما، تفرد ايديك بعكس الفليكشن. وبما انه الاجرين ما بقدر اني انا امدها اكثر من هيك اذا هاي تعتبر اكستنشن اساسا الرجلين وهي هيك. هسه رح نحكي عن الابدكشن اند ذا ادكشن. تمام، الابدكشن it is an moving the part away from the middle او the midline. المدلاين هو الخط الفيرتيكالي اللي بقسم الجسم لنصفين متساويين. تماما، هسه لما بدي اقول ابدكشن اللي هو عباره عن ابعاد عضو عن الوسط، والادكشن تقريبا من الوسط، وعشان نسهل علينا الشرح اللي هو الادكشن الاضافي، الادكشن اضافه حتى اضيف اني اقرب، والابدكشن هو عباره عن الابعاد ابدكشن. اذا الادكشن it is moving apart towards the midline، ولكن الابدكشن it is moving apart away from the midline. عندك الـ abduction of fingers and toys هو خاصة يعني حالة خاصة شوي بالـ finger and toys لأنه ممكن ما تلاحظها. هو بصير عندك spreading of fingers or toys، لما تيجي تمد إيدك كاملة تبعد أصابعك عن بعض هذا يعتبر abduction لأن أنا قاعد ببعدهم عن الـ midline. أما الـ adduction إني أقرب الأصابع من بعضها البعض عشان يصير عندك هنا اللي هو زي تقارب بين الأصابع، بصير عندك drawing or approximation finger or toys together. تمام؟ زي ما احنا شايفين بالصورة هسه لما تكون الايد ضامة ولما فتحها للكامل بعد الاصابع عن بعض صار اسمهم بما انه بعدنا abduction، لكن عشان اني اقربها من بعض زي ما احنا شايفين بالصورة هاي بتصير اسمها الادكشن، قربتهم من بعض. هسه الابوزيشن خاصة بالثمب، حالة خاصة بالثمب لما اقدر انا بالثمب اني المس رؤوس اصابعي الاربعة الباقية زي ما بالصورة مبين انه بلمس يعني الاصبع الاندكس واللي هو الاندكس والميدل والرينج بقدر يلبس رؤوسهم كلياتهم، هذا بعطيه خاصية اسمه الابوزيشن، وهي حالة خاصة بس بالثمب لحاله فقط. الابوزيشن شرحنا عنها حكينا هي حالة خاصة بس لمين للثمب. تمام، هسا لما اجي احكي عن السيركمدكشن، هون السيركمدكشن حاله جمعت بين الحالات اللي فوق مع بعض. كيف يعني جمعت مع بعض؟ يعني انا عملت فليكشن
وعملت اكستنشن وعملت ابدكشن وعملت ادكشن مع بعض بحركه وبحركه واحده. كيف هذا الشيء بده يصير؟ اني انا اعمل التفاف لايدي حوالين الف ايدي على جنبي، تمام؟ كيف يعني؟ It is the combination movement in the sequence of the. في لازم يكون تتابع، هو عباره عن حركه المجموعه من الحركات، في تتابع بيبدا من عندك فليكشن انك تعمل انثناء، بعدين تصير عندك abduction، بعدين extension، بعدين adduction، يعني بدك تثني، بعدين تبعدها عن الجسم، بعدين اللي هو صار extension انك تمدها، بعدين تعملها adduction قربها او ترجعها لمكانها. وفي عندنا ملاحظة هون نوت، اذا اختلف الترتيب عما هو مذكور في الاعلى لا تكون circumduction. كيف يعني اختلف الترتيب عما هو موجود في الاعلى؟ يعني اذا كان الترتيب للcircumduction مش ما كان مطابق لفليكشن abduction extension adduction بكون خاطئ ولا تكون circumduction. اللي بعديها هو عبارة عن الميديال روتيشن and the lateral rotation. الميديال روتيشن it is brings anterior surface to the face medially. إنك تجيب الوجه الأمامي للوسط، تخليه للوسط، سواء كان للإيد أو كان للقدم. لو تطلع هون الأناتوميكال بوزيشن للإيد مش هيك بالأصل، الإيد إنها تكون البلام تكون مواجهة إليك anterior، لكن هو إيش عمل هاي بالصورة؟ قرب الإيدين على الوسط، صار على الميد لاين، وبالتالي أعطاه اسمها هو الميديال روتيشن، لانه صار انا عندي التفاف في الفور ارم كامل. لو جرب تعملها بتصير عندك التفاف كامل في الفور ارم. بتختلف عن السيركمدكشن لاني انا ما لفيتها وعملت حركات معينه. اما بالنسبه لللاترال روتيشن هو زي ما تعرفنا عليهم هم عكس بعض، بصير عندك هو brings the anterior surface to the face laterally، انه بدي احركه بعيد عن الجسم، بعيد عن الجسم. واكثر مثال مشهور على اللاترال روتيشن هو القدم، لانه الايد صعب شوي انك تحركها لللاترال، عشان البلام تصير لاترال بتصير صعبه شوي، لكن القدم واضحه جدا انك تحركها كانت مستقيمه مواجهه للوجه، بعدين حركها اللي هو اللاترال بعيدا عن الميد لاين اللي هو المنتصف، هو عباره عن vertical line that sagittal the body من النص، بقسمه إلى قسمين متساويين. وهسه رح نحكي عن the pronation and the supination. هسه the pronation it is which brings palm of hand to face posteriorly. هناك إنك تخليها تواجه الإيش الوجه هيكون لوين؟ لتحت، بعكس الميديال روتيشن، بعكس الميديال روتيشن. هسه it brings الميديال brings anterior surface to the face medially. هاي مين الميديال روتيشن؟ تجيب الوجه الأمامي بالوسط هون.